مدحناها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايه توكشد الصلاة دو ايد الادحة كرقب قل الشعب جمهورية الصومالي لان ايه كل رقن عاصمة هرقيسا مستشامع عوين ايه مقالة هرقيسا ددونا ادو تربضن ايه صلاة دو عيد كو اوغي مساجد كان الله اكبر وزيرك الدين توقفت جمهورية الصومالي لان شيخ عبد الرزاق حسين علي الباني أي كور رمي قيمها أي مالنتا نقول له هذا هاي أمد إسلام كا عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلى هاي أي نقا أقبلوا طاعاتك أي عباداتك إلى هاي الدنب يعني يدنب يواردك الله دافو أن وحا أي نمانتا تكن عيدي عيد الأضحية صنة تكون أفر بغل هي صدح يا فرتكي هجرد النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى مؤمنين تو هاي سعفيان ملك توغان با سامحناكم بين لنا هاي لما انا اي سعفينو كالقعايله انو دمانتني سمو جنو قلبي غينا وحسو خبرن ساس انا الى هاي نوعفيا سامحناكم بين لنا هاي ان وحن لنا هاي كل عام وانتم بخير عيد مبارك بين لنا هاي الى هاي سنه كاس سنه كيسا نبت قليو يا بشمش يا برواقو الله ينقو قارسيو إركنا مدر خير خبر الله ينقصيو إلهي سبحانه وتعالى أبارت الله ينقصيو لا أساس نكبرنا مدحنا جمهورية الصومالي لأن مدن موسى بيحي عبدي أي شعب الصومالي لأن يقودهم بأمضة إسلام كا كهم بليجي مناسبة مع تقييمها بدن أي دولة حد أو جيد مدحينا موسى بيحي عبد أيا كور رمي حال ذهب الدنيا كتاجن عبارته هي سحر بركة هي قرشها شعب جسومال الآن مركا إسكاشدان أي كجب يحي دونان حال ذهب أذق الدنيا كتشرع تاوى الرواحنا الله باي يا إسكاش وامتحان عبارته وامتحان ابن ألك قارهان أنت وحيسا إمام عيسى إحول هيا إعبار هيا وحبيبهم هي هي ما تروح يا أبار ترجع بهالها إنه ما كيس سكجا قيم جرو والحول كيس سكجا قيم جرو والأبوي كيس سكجا قيم جرو والدعاء سكجا قيم جرو أبار ترى لا يجي تأوي حولي أدوك يروح كذا عين بالحرم وحاس أتكاري أدورا وحيد سكجا سعلي الكريم سجري وياه كارها أريد أن أسوي سانشي أو أنا أساكي علي أريد أسوي أنا بس بشرين أو بيرب يقرا على باي هي إسكاش فكما أسوي شيء لا بفعل ترى في سوالف تاعي ما تعرفش كقرار هو سوالف تتكا بيرني يا حرقة صدق هذا في أسبابك أمرت أكمل بحر أوقات يلا ماما تلا أنت يا أبوي تقولي حرقة بنت هي بيرب فريدة هي كبر وإلى يقول تروني سياديا دم إنتي لك ما وين متعيها ترى يحرم
أنت كذب مدحناها جمهوريه الصومالي الان مدن مسبح عبدي iyo gudoomiyaha aqalka sare ee golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo ay weheliyeen mas'uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay dadweyne tiro badan oo ku soo booqday si ay farxadda maalinta ciidda ay madaxdooda ugu hambalyeeyaan una soo salaamaan kuwaas oo wajiyadooda ay ka muuqatay farxadda munaasabadda Eid al-Adha Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland حرون تقصر قمد احتويه ده